روح الشهد والسكر ودهن العود والعنبر. صباح الخير يا بلادي نسيمك حرك الأشجان. صباح الخير صباح الخير يا صباح. صباح الشهد والسكر ودهن العود والعنبر. صباح الخير يا بلادي نسيمك حرك الأشجان. صباح الخير صباح الخير لك يا عمان. صباح الورد والأشواق صباح النور والأرزاق. دعينا الله يرزقنا بخير الواحد المنان. صباح الخير صباح الخير يا صباح. صباح الورد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة. مع إشراقة شمس الصباح نجدد التوكل واليقين على رب الفلاح ونسأله أيضا اليسر والعافية ودوام النجاح والتوفيق بإذن الله. نرحب بكم من جديد في هذه اللحظات الصباحية من قهوة الصباح. نتمنى لكم بإذن الله متابعة طيبة من خلال جميع محطاتنا وفقرتنا الحوارية لهذا اليوم. صباح الخير يا سيد. صباح الخير يا حوراء. صباح الخير أكيد لكل المشاهدين ولكل المشاهدات، كل من يتابع الشاشة الجميلة لتلفزيون سلطنة عمان ويشاهد أيضا برنامج قهوة الصباح بمختلف محطاته وفقراته ومساحاته الحوارية. نتمنى إن شاء الله تعالى لنا وللجميع أوقات هانئة وطيبة واستفادة طيبة أيضا من جملة ما سيكون حاضر من محطات ومن متابعات في قهوة الصباح لهذا اليوم. نعم، إذا مشاهدينا الأحباء كما ذكرنا محضرين لكم باقة متنوعة من المحطات. أولى محطاتنا الحوارية الحديثة سيكون عن شركة أمان الطلابية وفي ربط حي ومباشر من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، والحديث سيكون حول الخطة التشغيلية لسوق صحار. بالإضافة كل ثلاثاء لدينا فقرة ثابتة، فقرة أنت تقدر مع زميلة مها البشر. ومسك الختام يا حرارة راح يكون إن شاء الله تعالى مع جماليات الفن التشكيلي. نعم، هذه هي كل محطات قهوة الصباح لهذا اليوم مشاهدينا الأحبة. أطيب اللحظات الصباحية نرجوها لكم بإذن الله. ننتقل بكم الآن إلى حالة الطقس وبعدها لنا عودة من جديد في فقرة الصحافة. كونوا معنا. الخنازيد قهوينا وقهوتنا عمانية، شربنا منها فنجان. صباح الخير صباح الخير يا عمان. في بلادي تغنينا على الخنازيد قهوينا وقهوتنا عمانية، شربنا منها فنجان. صباح الخير صباح الخير لك يا عمان. صباح الخير لك يا عمان، وصباح الخير أيضا لكل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا ومن سينضم أيضا تباعا له من الأعماق. كل التحية ومباشرة المشاهدة الكرام إلى فقرة الصحافة اليومية، والابتداء كالعادة مع جريدة عمان، وفيها جلالة السلطان المعظم يمنح وسام التكريم لمدير عام شركة تنمية نفط عمان، ونقل تبعية كلية العلوم الشرعية إلى التعليم العالي. لجنة الأمن الغذائي والمائي بالشورى تناقش تحديات الصيادين.
أما الآن مشاهدينا الأحبة ننتقل بكم إلى جريدة الوطن، والخبر الأول يقول في جريدة الوطن: السلطنة والصين تؤكدان تعزيز الاستثمارات والتبادل السياحي في إطار الحزام والطريق. والخبر الثاني: اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تستعرض عددا من البرامج والمقترحات. والخبر الأخير: 410 ملايين متر مكعب إجمالي إنتاج المياه من المحطات والآبار لعام 2020. كانت تلك أبرز العناوين في عمان والوطن مشاهدي الكرام. الآن إلى جريدة الرؤية، وفيها: الشرطة تشيد بتعاون والتزام المواطنين والمقيمين بتطبيق منع الحركة وتحث على عدم الاكتظاظ في المجمعات التجارية، طبعا ما قبل موعد الإغلاق. التجارة العالمية تتنفس الصعداء مع استئناف الملاحة بقناة السويس، وجهاز الرقابة يشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة. هذه هي كانت بعض من الأخبار المحلية في صحافة اليوم، جريدة عمان وجريدة الوطن وأيضا جريدة الرؤية. إيش رأيك الحين نروح إلى فصل غنائي جميل وطني؟ نروح زين نسمع ونستمتع أيضا باختيارات وانتقاءات مخرجنا عبد الله. نستمع لهذه الأغنية. لو قطعنا لك من المهجة عروق،
متابعتكم الطيبة مشاهدينا الأحبة. برنامجنا دائما يحلو أكيد بهذا اللقاء الجميل، وأيضا في هذه المحطة الأولى الحديث سيكون عن شركة أمان الطلابية بين فترة وأخرى في برنامج قهوة الصباح. نحاول بقدر المستطاع أن أيضا نستعرض بعض من الطاقات الشبابية. هذه المرة الحديث سيكون عن منتج أو جهاز يساعد أيضا على الوقاية من الحرائق. راح نتحدث أكثر عن هذا الجهاز مع ضيفنا الكريم الفاضل سعيد بن علي الدوحاني، مدير قسم العلاقات العامة بشركة أمان الطلابية. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. مرحبا فيك أستاذة، حياكم الله. حياك الله معنا في برنامجنا. يعني في بداية هذا الحديث وقبل أن نتحدث عن منتجكم أو الجهاز، خلينا نتكلم أكثر ونعطي أيضا نبذة للمشاهد الكريم عن شركة أمان الطلابية. طبعا شركة أمان الطلابية شركة تأسست في نهاية عام في نهاية العام الماضي، مكونة من 10 طلبة بمختلف التخصصات بين الهندسة وبين تقنية المعلومات، تتبع إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية صحار. تخصصها بشكل عام في أجهزة مكافحة الحرائق الكهربائية. نعم، كثير أنا شدني اسم الشركة، شركة أمان الطلابية. ليش اخترتوا أمان؟ لأن بشكل عام أجهزة مكافحة الحرائق الكهربائية هي من ترصد الأمان للمنشآت وللمنازل، فبدونها يكون في خطر من الحرائق بشكل عام. جميل. فتختصر يعني تختصر الوضع كامل. جميل. طيب الحين احنا بإذن الله رح نتحدث أكثر عن الجهاز ونعرف المشاهد الكريم عن فكرة الجهاز. أولا كيف جاءت لكم الفكرة أنكم تعملوا هذا الجهاز؟ بخصوص الفكرة، أتوقع الجميع سمع وممكن تأثر بأخبار الحرائق. نعم. وبالأخص الحرائق الكهربائية اللي هي ما يعني سبل إطفائها مش نفس الحرائق العادية، يعني مثل يعني استبعاد الماء عنها. فأتوقع يعني على حسب الإحصائيات نسبة 35% من حرائق العالم هي سببها الحرائق الكهربائية. نعم. فأتى الجهاز يعني إن شاء الله أنه يحل مشكلة يعاني منها العالم أجمع. نعم، يعني في فصل الصيف أيضا ومع ارتفاع أعتقد درجة الحرارة، كثير نسمع أيضا عن حوادث الحرائق اللي تحصل في المنشآت المنزلية أو حتى في المصانع. أعتقد هذا الجهاز راح يساعد من تقليل الحوادث الحرائق. بالطبع الجهاز يعني راح يكون في صدارة الوقاية من هذه الحرائق، بالذات من حرائق المقابس الكهربائية اللي هي عنصر أساسي في جميل. الحرائق الكهربائية. طيب أنا بغيت أعرف يعني كيف يعمل بالضبط هذا الجهاز؟ هل هو يستشعر الحريق؟ الجهاز هو عبارة عن إطار يركب حول منفذ الكهرباء أو القابس الكهربائي، في حين صدور أي حريق يعني خرج الحريق من القابس في مستشعرات. طبعا الجهاز ذاتي العمل في مستشعرات تعطي أمر للجهاز أنه يتفجر ويخرج مادة البودرة اللي هي تقاوم الحريق وتطفيه. طيب يعني بعد ما يتفجر هذا الجهاز، هذا ما يعتبر يعني جانب خطر ممكن أو موضوع خطر لمثلا عائلة الشخص اللي راح تكون مثلا في المنزل لا سمح الله؟ لا، هي مسألة تفجر الجهاز، هي صح اسم تفجر ولكن الانفجار جدا بسيط بمجرد أنه يدفع المادة المقاومة للحريق فقط. فمسألة الانفجار هي قد تكون جانب إيجابي أيضا في الجهاز، بحيث أنها الصوت اللي تخرجه تشعر الزبون انه يعني انه في حريق في البيت. نعم، جميل. طيب انا بغيت اعرف ايضا يعني ايش المواد او الخامات اللي استخدمتوها بالفعل في هذا الجهاز، بالاضافه هل عملتوا تجربه سابقه لهذا الجهاز؟ نعم، هناك عده تجارب للجهاز والحمد لله اثبتت فعاليتها بنسبه عاليه جدا. عملنا تجربة أتوقع في الفيديو اللي راح ينعرض في نموذج للتجربة. هذا هو الفيديو. نعم. هذا هو حجم الجهاز طبعا أو المنتج. نعم، هو مجرد أنه يكون يعني كفر فقط على القابس.
التجربة اللي شفناها تعتبر تجربة حقيقية؟ نعم تجربة حقيقية وصورناها بأنفسنا وافتعلنا الحريق. ممكن حلو. ممكن نشوف الفيديو مرة ثانية التجربة؟ أنتوا صورتوا التجربة يعني على أرض الواقع؟ نعم هذا الفيديو احنا انتجناه وصورنا التجربة. جميل. طيب إيش هي الوسائل أيضا المعتمدة اللي هذا هو الفيديو الآن ظاهر معنا على شاشة البرنامج. ممكن شوية نتكلم عن التجربة، إن بمعنى أن هذا الجهاز يتناسب مع الكل. الجهاز يتناسب يعني مع 100% من المنشآت بجميع أنواعها، ونتمنى إن شاء الله مستقبلا أن يطبق في جميع المنازل والمنشآت. نعم، وأهم حاجة أنه يكون أيضا عالي الجودة. عالية الجودة والمواد المصنعة غير قابلة للتلف، وقد تستمر إلى يعني تستمر فعاليتها إلى ما بعد 6 سنوات. جميل، شكرا لك الفاضل السعيد بن علي الدوحاني مدير قسم العلاقات العامة بشركة أمان الطلابية، كل التوفيق لكم إن شاء الله في شركتكم. بارك الله فيك، حياك الله أستاذ. شكرا. إذن مشاهدينا الأحباء نحن نتواصل معكم أيضا في قهوة الصباح، ننتقل بكم الآن إلى فقرة أنت تقدر مع زميلة مها اللوشي، كونوا معنا. كلنا نؤمن بك ونؤمن بقدرتك على العطاء، كلنا نؤمن بأنك عمود الاقتصاد، وبكل فرصة تخلقها لنفسك تخلق فرصة جديدة للشباب وللوطن. نعم أنت تقدر. في الحلقة السابقة تكلمنا عن التسويق عبر تطبيق الانستغرام، اليوم راح بعض الأخطاء الشائعة في التسويق عبر هذا التطبيق عشان نتجنبها كلنا مع بعض. الخطأ الأول هو عدم كتابة الأسعار. المكان الوحيد اللي تشوف فيه منتجات بدون أسعار هو على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني على أرض الواقع دائما تشوف المنتج عليه سعر. حتى في المواقع الإلكترونية المنتجات دائما مصحوبة بأسعار. في استفتاء بسيط سويته في صفحتي في الانستغرام، 80% من الأشخاص اللي تفاعلوا مع هذا الاستفتاء قالوا انهم اذا شافوا منتج ما مكتوب عليه سعر يتركوا وما يسألوا حتى عن سعره. تخيل معاي انك ممكن تخسر 80% من زبائنك بسبب عدم كتابتك للأسعار. إذا كنت تاجر فأنا عارفة أنك في أغلب الأحيان تفضل عدم كتابة الأسعار لأنك تخاف من المنافسين أو من التعليقات السيئة من بعض المتابعين. بغض النظر عن الأسباب، صدقني الجانب السلبي من هذا التصرف أكثر بكثير من الجانب الإيجابي. اكتب أسعارك. الخطأ الثاني وتكلمنا عنه أيضا في حلقة الأسبوع الماضي هو أنك تخلي حسابك خاص أو برايفت. مثل ما ممكن أنك تخسر كثير من زبائنك إذا خليتهم واقفين برا المحل وقفلت باب المحل، نفس الشيء على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تخسر الكثير من زبائنك إذا خليت حسابك خاص أو برايفت. افتح حسابك. الخطأ الثالث هو إهمال الستوري. صحيح الانستغرام بدأ فقط بخاصية الفيد أو إضافة المنشورات، ولكن بعد فترة وخصوصا لما انتشر تطبيق سناب شات ولما شافوا الانستغرام ان هذا التطبيق لاقى استحسان كبير من المتابعين ضافوا خاصية الستوري. اذا لا تهمل هذه الخاصية وهي خاصية مهمة. الفترة الاخيرة وايضا مع انتشار تطبيق تيك توك وايد ناس حبت هذا التطبيق،
فالإنستغرام ضافوا الحين مؤخرا خاصية جديدة سموها ريلز، أيضا حاول أنك تبدأ تنزل بعض البوستات أو الفيديوهات عليها. الخطأ الرابع وهو عدم كتابة الهاشتاج. كثير من الناس تهمل هذه النقطة لأنهم غير واعين أن كتابة الهاشتاج ممكن يساعدهم في زيادة المتابعين. دائما ركز على أنك تكتب الهاشتاج الصحيح. كيف نكتب الهاشتاج الصحيح؟ واحد، اسأل نفسك ماذا تقدم؟ إجابتك على هذا السؤال هو الهاشتاج اللي مفروض تضيفه. أيضا منشورك هذا يتحدث عن إيش؟ أيضا هذا هاشتاج صحيح ممكن أنك تضيفه. الشيء الثالث أو السؤال الثالث هو أنك تعرف زبائنك يبحثون عن ماذا. أيضا الإجابة على هذا السؤال ممكن يكون هاشتاج صحيح تستخدمه. اكتب الهاشتاج. هذه كانت بعض الأخطاء التسويقية، بس لأني عارفة أن عالم التسويق عالم واسع ومتشعب، راح أعرض عليكم اليوم مجموعة كتب ممكن تساعدكم في رحلة التسويق. علامات السيروتونين للكاتب مظفر الصارمي. هذا الكتاب يتكلم عن مجموعة من الأفكار والممارسات التي كانت وراء نمو وازدهار العديد من العلامات التجارية المهيمنة في سوق الأعمال اليوم. الكتاب الثاني بعنوان هذا هو التسويق This is Marketing للكاتب سيث جودن. هذا الكتاب بناء على كلام الكاتب نهج يغير قواعد اللعبة في التسويق والمبيعات والإعلان. الكتاب الثالث منصات التواصل الاجتماعي كيف تجذب انتباه الزبائن والمتابعين للكاتب جاري. هذا الكتاب يتكلم عن منصات مختلفة مثل الفيسبوك، الانستغرام، تويتر، سناب شات ولينكدين. صباح الشهد والسكر ودهن العود والعنبر صباح الخير يا بلادي. شا
شاهدنا مشاهدينا الأحبة مشاهد مختلفة من عمان الغالية، وما زالت عمان دار السلام وستبقى دائما أيضا بوابة للسلام والتسامح. إذا مشاهدينا ننتقل بكم الآن إلى الربط المباشر إلى ولاية صحار للحديث أكثر عن الخطة التشغيلية لسوق صحار مع زميلنا علي بن سالم البادي. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا بك. صباح الخير حوراء وصباح الخير مشاهدينا الكرام، حيث هذا النقل المباشر من هنا من ولاية صحار والحديث عن إجراءات التفعيل لسوق صحار الجديد في منطقة الحجرة، حيث هذا السوق المعروف بأهميته الاقتصادية وأهميته التاريخية والذي يشكل أيضا أحد المعالم الحضارية البارزة والجميلة في ولاية صحار. للاقتراب من هذا السوق وأيضا الخطة التشغيلية لهذا السوق الذي أصبحت كثير من محلاته شبه فارغة، نأخذ الحديث مع الدكتور خالد بن علي الخوالدي مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية صحار. دكتور خالد صباح الخير، ونتعرف من خلالك بداية عن الأهمية أو على الأهمية الاقتصادية والتاريخية لهذا السوق. صباح النور دكتور علي. حقيقة سوق صحار من الأسواق التاريخية التي كان يشار لها باللبنان، مثل سوق عكاظ ومثل سوق دبا. وحقيقة موقع السوق في موقع منطقة الحجرة كان يمثل أهمية كبيرة تجارية و تاريخية، لأنه كان قريب من مركز الحكم قلعة صحار، وكان قريب من ميناء صحار اللي هو كان ميناء تجاري عالمي، وكان يعني يمثل الواجهة التجارية لصحار بشكل عام. لذلك بلدية صحار ارتأت أنها تقوم بإنشاء سوق تاريخي يشابه السوق القديم في نمط التوزيعات اللي يكون على نمط السوق القديم بالضبط. لذلك قاموا المهندسين بسؤال جميع كبار السن ومن كان يعاصر السوق القديم، وخرجوا بالتصميم الحالي. التصميم الحالي يمثل السوق القديم تمثيل مصغر عن السوق القديم، بحيث أن تم تجهيز السوق مثل بالضبط مثل السوق القديم. نعم. من خلال أربع بوابات، البوابة البوابة الشرقية. نعم. واللي هي كانت تسمى بوابة الكورنيش، والبوابة الغربية. نعم. وكانت تسمى بوابة السوق، والبوابة الشمالية وكانت تسمى بوابة الخور لأنها مقابلة خور. نعم. الخور، والبوابة الجنوبية. نعم. وتسمى بوابة الفرضة. طيب دكتور، يعني مؤخرا تم إنشاء هذا السوق بهذه العمارة الجمالية، لكن ما نراه في الواقع أن هذا السوق أصبحت اليوم محلاته شبه مغلقة بالكامل، وعلمنا أن هناك خطة تشغيلية إعادة التشغيل لهذا السوق بإجراءات جديدة. طيب بداية، أهم التحديات اللي واجهتها بلدية صحار في أن تهجر محلات هذا السوق دكتور؟ السوق صحار لما أنشئ من بلدية صحار لم يكن الهدف ربحي من المشروع، وإنما كان الهدف هو تفعيل السوق التاريخي. فقامت البلدية بعقد استثماري مع شركة عقارية لاستثمار السوق. نعم. ولكن هذه الشركة للأسف الشديد ما نجحت في إدارة السوق، والسبب يعني ارتفاع الإيجارات اللي كانت تفرضها هذه الشركة. نعم. بعدها قامت البلدية باستشارة أصحاب السعادة، أعضاء المجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وأعيان الولاية وحتى المواطنين، تم إشراكهم في عقد اجتماعات دورية لتفعيل السوق بطريقة أخرى. نعم. فتم الاتفاق على يعني عدد من النقاط تم رفعها إلى معالي المهندس رئيس البلدية سابقا، وتم طرح عدد من المزايدات في الصحف المحلية، ولكن هذه المزايدات
ما لاقت القبول او العرض المناسب لتفعيل السوق. طيب دكتور، يعني اختصارا كذا، الان البلديه يعني بدات في اجراءات جديده وتفعيل خطه جديده ايضا لتشغيل هذا السوق، لاعاده تشغيل هذا السوق، حدثنا عن هذه الاجراءات المتخذه حاليا من قبل بلديه صحار لاعاده التشغيل. في الشهر الماضي شهر فبراير قام سعاده الشيخ المحافظ محافظ شمال الباطنه بمعيه والي سحار، سعاده الشيخ والي سحار ومدير المهندس مدير عام بلديه سحار وعدد من اعضاء المجلس البلدي والوقوف على السوق والتحديات التي واجهت السوق، فخرجوا بالعديد من النقاط اللي ممكن تساهم في تنشيطه خلال المرحله المقبله، ومن ضمن التحديات كانت المواقف، فاتفقوا على زياره المواقف للسوق وتحديد المخارج والمداخل للسوق. اتفقوا على اساس ان تخفيض الايجارات بحيث انها تخفض بنسبه كبيره. تمام. واتفقوا نفس الشيء على يعني تنويع الانشطه. أيوة. كان الأنشطة محددة. نعم. الحين فتحوا المجال لتنويع. طيب. الأنشطة. نعم. نفس الوقت راح يتم تفعيل الساحات الخارجية للسوق من حيث المناشط الثقافية. نعم. الأدبية. نفس الوقت قريبا إن شاء الله سوف يتم طرح منافسة لجميع التجار الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. نعم. للتنافس على هذه المحلات. طيب. إن شاء الله أتمنى قريبا أن نرى سوق سحار مفعل بالطريقة الصحيحة إن شاء الله. طيب دكتور خالد بن علي الخوالدي مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية سحار، والحديث عن الإجراءات والخطة التشغيلية التي تتخذها أو بدأت في اتخاذها بلدية سحار لإعادة التشغيل لهذا السوق الاقتصادي التاريخي الذي ينتظره الجميع بأن يكون موقعا يشكل أحد المزارات السياحية أيضا في ولاية سحار. نعم، شكرا لك الزميل علي بن سالم البادي من ولاية سحار، الحديث كان عن الخطة التشغيلية لسوق سحار، ونحن نتواصل معكم أيضا في قهوة الصباح مشاهدينا الأحبة. بعد الفاصل الحديث سيكون عن جمالية الفن التشكيلي، كونوا معنا. في بلادي تغنينا على الخرازيق قهوينا وقهوتنا عمانية. في ظل إيقاع الحياة المتسارع والواجبات المنوطة بنا، أصبحت ضغوطات الحياة تشكل عبئاً كبيراً علينا، لدرجة أنها قد تفقدنا توازننا وتفرض علينا في الوقت نفسه خيارات كثيرة ربما يكون أحلاها مرة. وإذا كان لابد من الوقوع تحت وطأة هذه الضغوط، فالتأمل في إبداع خلق الله يشعرنا بالبهجة وهدوء النفس ويساعدنا في إعادة توازننا من جديد. إن التأمل في أجمل مخلوقات الله ينقي أرواحنا ويريح النفس، وتعد الطيور من أجمل المخلوقات بجمال أشكالها وأصواتها وخفتها وسرعة تنقلها من مكان إلى آخر. طائر الفلامينغو يعرف بالنحام الوردي من فصيلة الطيور المائية، وهي كبيرة الحجم وتعيش في البحيرات أو حولها، وتتميز بالوقوف على ساق واحدة، كما تتميز بألوان ريشها الوردي الجذاب. وتكتسب هذه الطيور الألوان من خلال الأصباغ الموجودة في الطعام الذي تتناوله، ويتميز هذا الطائر من خلال ساقه الشبيهة بالعصا ورقبته الطويلة. هناك أنواع عدة من هذا الطائر تعيش في أماكن مختلفة في العالم،
إلا أن العدد الأكبر منها يوجد في أفريقيا وتعيش في شكل قطيع أو جماعات، وقد يصل عدد القطيع منها إلى مليون طائر، وهي من الطيور المعمرة التي تعيش لفترة تصل إلى 40 عاما. الله. إذا عودي لكم من جديد مشاهدينا الكرام، أتوقع عرفتوا خلاص المحطة الحوارية الأخيرة في برنامجنا لهذا اليوم، وعرفتوا أيضا ضيفتنا الكريمة من خلال هذه الاستضافة. اليوم راح نتكلم إن شاء الله تعالى عن الفن التشكيلي. شابة عمانية أطلقت العنان لقدراتها منذ الصغر في مجال الفن التشكيلي، شفنا بعض المشاهد بعض اللقطات الجميلة لرسوماتها الرائعة، ولكن أكيد التفاصيل بكل ما فيها راح نتعرف عليها بوجودها اليوم معنا في استوديو برنامج قهوة الصباح، جوخة بن سالم المعمرية فنانة تشكيلية. مرحبا وسهلا يا جوخة، وأنا سعداء بوجودك اليوم معنا في قهوة الصباح. صباح الخير. صباح النور أخوي، عاش من شافكم يا أخي، إيش هذا الصدفة الجميلة. عاشت أيامك يا رب العالمين. ما توقعت بحياتي إن في يوم بكون متواجدة في أي لقاء. يا مرحبا بك، وحنا نشرف أكيد بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، وسعداء أيضا بوجودك لأنك فعلا تستحقي هذه الاستضافة. إحنا دائما في قهوة الصباح نسعى جاهدين أنه فعلا نستعرض أبرز المواهب الشابة في مختلف المجالات، وأنت شابة مبدعة، فكان لابد أنه تكون موجودة وحاضرة معنا في برنامجنا. عموما جوخة، مباشرة السؤال الأول سيكون عن الابتداء في مجال الرسم، ومتى بالضبط اهتميتي في هذا المجال؟ والله موهبة الرسم خلقت فيني منذ الصغر، يعني من وانا صغيرة كنت أحب الرسم، ما إن في فترة معينة حبيت فيها الرسم أو إني اكتشفت الموهبة فيني. يمكن لأني أنا إنسانة خيالي جدا واسع، فأي شيء أتخيله أرسمه، وأي شيء قدامي جميل أرسمه. ما شاء الله. محتفظة برسماتي لما كان عمري 9 سنوات إلى
14 سنة تقريبا. ما شاء الله. جبتكم عشان بعد موجودات يعني. موجودات جبتكم عشان تشوف الماضي. اوه اذا الحين حاب نشوف الفرق ما بين وانت صغيرة ما شاء الله وكيف انت لما تطورتي اساسا في مراحلك. تفضل ممكن تشوف. ممتاز، شكرا شكرا شكرا. اذا راح استعرضها للمشاهدين الكرام. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يعني هي صف التاسع ابتدائي صح الحين لما رسمتي؟ لما رسمت كان عمري 9 سنوات. تسع سنوات كنت. في 9 سنوات تقريبا. وشوفوا الابداع من هي وصغيره ما شاء الله تبارك الله. والله رسماتك كلها حيوانات ما اعرف ليش. ما شاء الله جميل جميل ممتاز. يعني مجموعه صور رسومات وفعلا مثل ما ذكرت يعني ربما انت تميل للبيئه البحريه بشكل كبير. لكن لا ما اعرف الصراحه ما اعرف ايش السبب ذاك الزمان يعني. أيوه. لكن الحين اكيد طورتي وانتقلت ايضا بابداعك لمستويات عاليه ما شاء الله. ايوه ايوه الحمد لله. الاتقان والجوده في ذات الوقت الحمد لله. جميل. طيب اريد اعرف من خلال الجوخه يعني ايش اللي يشدك في الرسم؟ انت ذكرت قبل قليل انه خيالك جدا واسع صحيح؟ ايوه. فالى اي مدرسه تميلين؟ هل واقعيه تقليديه او اي مدرسه؟ والله شوف الفن بشكل عام توجد مجموعة من المدارس. ممتاز. المدرسة الواقعية هو شيء واقع يرسم. المدرسة التكعيبية تختص بالزوايا برسم الزوايا. أما المدرسة السريالية تتميز برسوماتها أن تكون غامضة. ممتاز. وخيالية. ممتاز. أنا ما متحيزة في شيء معين. يعني بإمكانك ترسمي في كل المدارس. في كل المدارس. حلو. فالحمد لله مثل هذه الرسمة. أيوه. دامجة بين المدرسة التكعيبية. جميل. والسريالية والواقعية. رسم حلو هذا الدمج الجميل أساس ما بين هذه المدارس. التكعيبية أن فيها زوايا. حلو. الواقعية بأن فيها ملامح بشر. والسريالية بأن فيها خيال وغموض. طيب انت تذكرين هذا اللوحه اللي انا امامك. أيوة. ولكن امامي لكن الحين اريد اعرف يعني احيانا في فلسفه معينه مخبأة عند الرسام. خلي. الواحد يجب عليه انه يفكر كثير علشان يصل الى المعنى والمغزى بالضبط. اللي حاب انه الفنان فعلا يوصله للمشاهد المتلقي بالضبط. فهذه اللوحه أنا تحديدا ايش الهدف ايش الرساله اللي حابه توصليها؟ والله ما اتذكر. لان 2017 2017 ما شاء الله رسمتيها. ايوه جميل. فانا اخلي حريه التعبير للشخص اللي يشوف. ممتاز. ما اخلي عنوان معين للوحه. ممتاز. علشان اني ما اقيد الشخص اللي يشوف في شيء معين. ممتاز يعني ينظر. أيوة. اليها كيفما اذا نحن احنا نشوف الحين هذا الرسمه ايضا اتوقع هذا اخر عمل سويتيه. ايوه هذه اخر عمل 2021 رسمه فارس. حلو ممتاز. واصلة أكثر يا جوخة بإمكانك تشرحين للمشاهد الكريم يعني تفاصيل هذا الرسمة وفلسفتها وكل والله هذه الرسمة واقعية. يعني صورة مصورنها وأنا قلتها بالضبط. حلو. بس ضفت عليها بعض اللمسات الجميلة تفاصيل البحر في آخر يعني في النتيجة النهائية. ممتاز. كانت الخلفية بحر و ايش اسمه تراب وكذا سماء. بالضبط بالضبط يعني هذه البيئه الساحليه الجميله. أيوة. حاولت قدر الامكان ان تكوني موجوده في ذات المكان وبالتالي ايضا تطلعين بهذا العمل الفني الجميل. هناك اعمال فنيه كثيره. أيوة. وصلي هذا العمل كان شو اسمه في 2020 حبيت اسوي فكره جديده للفيديو انه كل ما اضرب مكان تطلع الرسمه. يا سلام يا سلام. وحلو مثل هذه الفيديوهات. أيوة. بهذا المونتاج الجميل انكم تنشروها في مختلف مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي. والله حاليا من نوع الباب التسويق اساسا لموهبك ومواهبك ونفس الوقت ايضا للمتلقي او المشاهد يستمتع. أيوة. بمشاهدته بدل لا تكون صوره فقط مجرد كذا. بس للاسف بس ناشرتها في الانستغرام. اما في المواقع الثانيه ما كثير. الحين هي ربما منصه الانستغرام قد تكون المنصه التسويقيه اللي يرتادها الكثيرين. لكن جوخة بشكل عام انت تدرسين التمريض صحيح؟ ايوه. وفي نفس الوقت تحب كثير الفنون التشكيليه. والد. فكيف قدرت انك تجمع ما بين الامرين؟ والله دائما يسالوني انه جوخة انت دامش رسامه ليش ما خذيتي تربيه فنيه بدل التمريض مجال جدا غير عن اللي قد يكون مختلف عن مجالك. ايوه. ف
كنت أقول إن إيش في فرق بين القدرات والميول. القدرات هي المواهب الطبيعية الموجودة لدى الإنسان، أما حلو. الميول هي الأمور والأنشطة التي يستمتع بها الإنسان حلو. بأدائها حلو. ويقضي فيها وقتا طويلا دون ملل. فأنا قدراتي فنية وميولي طبي. ثانيا أنا رسامة جدا مزاجية، جدا جدا مزاجية في الرسم، فما أقدر أساسا بعض الفنانين تشكيلين سبحان الله وأصحاب مواهب بنفس الحالة المزاجية أحيانا يعني بالضبط. في عندهم أوقات معينة، إحنا نتكلم عن حالة مزاجية، نتكلم عن أوقات معينة تكون محببة ومفضل للرسام أو للمبدع إنه يمارس فعلا هواياته، صحيح؟ بالضبط بالضبط. فخذيت موهبة الرسم كملجأ للهروب من الواقع. تنفس بالضبط، تستمتعين فيه وتستثمرين وقتك بالشيء المفيد حتى أساساً. لدرجة أنه أغلب رسوماتي أرسمها في فترة الاختبارات يعني ما علشان تتخلصين نوعا ما من الضغط النفسي، صحيح؟ أنا فيه يعني ممتاز. وهذا الرغبة في الرسم، هذا الشعور اللي يجيني أسميها دودة الرسم، لأنها في وسط أنا الضغط اللي أنا أحسه والكتب، كتب التمريض ما شاء الله عليه والسلايدات هالكثر، ف اروح تحاول قدر الامكان اكثر من الضغط النفسي اللي تمرين فيه. لكن بشكل عام ايضا جوخه، احنا نشوف لما يكون الفنان التشكيلي هو اصلا مهندس او طبيب او اي وظيفه كانت او مهنه اساسا هو يعمل فيها، نحس انه في لوحاته الفنيه يحاول قدر الامكان يدخل مجال عمله فيها. فمثلا تشوف بعض الرسومات المتعلقه بالطبيب، بالادوات الطبيه، بالمرضى والمستشفيات، مراكز صحيه وغيرها. انت تحاولي قدر الامكان كذا ايضا في لوحاتك ترسمين شيء يختص بالتمريض ولا بالعكس لا؟ بالعكس احاول اني اكون تبتعدين. انا انسانه متمرده في الفن، فطالع عن مسار القيود الفني، يعني ما يعني ارسم شيء من الخيال، احاول اني ما اقلد اي احد، احاول ان رسماتي تكون هي النسخه الاصليه. ممتاز. فاتمنى يعني انه ما يكون اي احد يعني راسم الرسمه هذه قبل. ممتاز. فبس والله يعني تحب قدر امكانك تطلعين بافكار جدا جديده ومميزه ومتفرده في ذات الوقت. أيوة. فيني فضول والمشاهد كذلك ايضا، احنا شفنا فقط اللوحه هذه اللي ذكرتيها في البدايه. أيوة. اللي تجمع الثلاث المدارس، ولكن ماذا عن اللوحات الاخرى الموجوده عندك؟ عندي لوحه اللوحه بالتنقيط اللي رسمت الاسد. يا سلام يا سلام. ايوه هذا في 2018. وايضا يعني انا ملاحظ رسوماتك 2017 2018، طيب 2019 2020 الحين احنا في 2021. ترى في نهايه 2018 قررت باني يعني اخلي موهبتي كبزنس. ايوه فكل هالطلبات تكون طلبات يعني طلبيات، ما تبقى عند اللوحة يعني فيها نوع من الخصوصية. قصدك انه ما تقدر انك تنشريها؟ لا لا لا، أو انك تحتفظيها او تحتفظ فيها اساسا عندك؟ ناشرتها على صفحتي في الانستغرام. لكن ما تحتفظ فيها كلوحة اساسا؟ كلوحة ايوه، لان عند اللي طالبنا، فهمت؟ ممتاز ممتاز. طيب اللي بعدها نشوف. هذه الرسمة نفس الشيء في 2000، هذه كلها مشاريع ترى ثاني عشر حلو محتفظة فيهم، اما الباقي مثل ما قلت لك انها طلبيات. ما شاء الله هذه الرسمة بألوان الباستل تيجي كأنها طباشير، فلما تحطها بتكون كأنها باودر فتدمجها باليد. حلو ما شاء الله. يعني مجمعة مختلف المواهب في مجال الفن. أيوة. التشكيلي اللي بعدها في الخلف أتوقع في رسمة غيرها. في الخلف في رسمة هذه مليئة بالغموض. يا سلام. في المدرسة الواقعية، تجمع بين المدرسة الواقعية والمدرسة السريالية. ليش قلتي مليئة بالغموض؟ إيش فيها بالضبط؟ يعني الواحد أحس لما يشوفها يشوف إنه في شيء سر خلف هذه المرأة. ممتاز. يعني شريرة يعني طيبة ما نعرف. ممتاز ممتاز. طيب تعطينا نشوف واحدة من اللوحات. هذه أعطينا هذا على سبيل المثال. إيش هنا؟ ممتاز. هذا صف ثاني عشر كاتبة في الخلفة. صف ثاني عشر. أيوة. أيضا هذه الرسمة الجميلة من مكة. أيوة. لكن نفس الحال بطريقه متجدده، انا شايف انه مثل الكرتون. ضفت عليها كرتون. ايوه ايوه، علشان يعطيها كذا فوليوم كانه 3D، بس هي رسمه عاديه يعني. ممتاز ممتاز. جميل جميل. طيب جوخه، يعني ما شاء الله حاولت قدر الامكان تدمجي ما بين مختلف المدارس. أيوة. وتظهرين ايضا وتخرجين بهذه الابداعات، لكن لماذا حضورك نوعا ما قليل في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في انك فعلا تروجين وتسوقين لمواهبك في مجال الفن التشكيلي؟ والله للأسف ما حصلت دعم. كنت أدور الدعم من أي ناحية، سواء من كليتنا،
من المدارس ما حصلت. كيف ما حصلت دعم؟ كيف؟ يعني من أي ناحية ما حصلت دعم؟ يعني الحين ما شاء الله رح نشوف الشباب حتى ما عندهم دعم ولكن حاولوا قدر الإمكان يسوقوا لأنفسهم لمواهبهم بالتالي عرضوها أيضا في مختلف المنصات سواء عنده دعم ولا ما عنده دعم. هذا فيما يتعلق بالحين الرسم تشكيلي وفن تشكيلي وأنت موجودة في البيت تبدعين لوحة ما تنزليها في المواقع شبكات التواصل الاجتماعي أتوقع ما محتاج إذا كان عندك دعم ولا لا في هذه الناحية. ترى أيوة بس كذا أنزلك موهبة يعني أبرزها للعالم. ممتاز. طيب تطلعاتك أهدافك إن شاء الله تعرف في المرحلة المقبلة إيش حاط في بالك؟ بإذن الله أن أتمنى أن يكون في المستقبل عندي معرض الخاص وأقدم فيها ورشات ودورات تعليمية. حلو. وبس والله. إن شاء الله أتمنى لك كل التوفيق ومنها للعلال إن شاء الله تعالى. جوخة بنت سالم المعمارية فنانة تشكيلية. شكرا على استضافتكم لهذا البرنامج. شكرا لك يا جوخة. مشاهدي الكرام إذا كانت هذه محطتنا الحوارية الأخيرة في برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. إلى فاصل قصير بعده سنصل أنا وزميلتي حوراء معكم إلى مسك الختام فخلوكم معنا. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله هز نبضي من حقول شوقي فالسقاط نخلة. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله هز نبضي من حقول شوقي فالسقاط نخلة. وتجلت لي عمان في ظل الغربات قبلة عطش يطول عمري فرق لي في العمر قبلة. وتجلت لي عمان من الغربات قبلة عطش يطول عمري فرق لي في العمر قبلة. يا لإيقاع السواقي إن غوى قلبي يدلة يعزف المجد اخضرار خالدا يشبه حقلة. يا لإيقاع السواقي إن غوى قلبي يدلة يعزف المجد اخضرارا خالدا يشبه حقلة. وتجلت لي عمان في ظل الغربات قبلة عطش يطول عمري فرق لي في العمر قبلة. وتجلت لي عمان في ظل الغربات قبلة. مع هذه المشاهد الجميلة مشاهدي الكرام من متنزه القرم الطبيعي بمحافظة مسقط نصل بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. شكرا لكم الأعماق على لطيف المتابعة دائما وأبدا نتمنى لكم كل الأوقات الهانئة ولا تنسوا أنكم تلتزموا بمختلف إجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفي أمان الله. مشاهدينا الأحبة هذه هي كانت محطات قهوة الصباح لهذا اليوم والتقانا بإذن الله راح يتجدد غدا من عمان الغالية. نتمنى لكم بإذن الله أوقات سعيدة وممتعة. إلى اللقاء. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله هز نبضي من حقول شوقي فالسقاط نخلة. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله هز نبضي من حقول شوقي فالسقاط نخلة. وتجلت لي عمان في ظل الغربات قبلة عطش يطول عمري فرق لي في العمر قبلة. وتجلت لي عمان من الغربات قبلة عطش يطول عمري فرق لي في العمر قبلة. يا لإيقاع السواقي إن غوى قلبي يدلة يعزف المجد اخضرارا خالدا يشبه حقلة. يا لإيقاع السواقي إن غوى قلبي يدلة يعزف المجد اخضرارا خالدا يشبه حقلة. وتجلت لي عمان في ظل الغربات قبلة عطش يطول عمري فرق لي في العمر قبلة. وتجلت لي عمان في ظل الغربات قبلة عطش يطول عمري في العمر قبلة.
الحب مد ظلة تفتح صدري ففيه جبل يحمون سهلة كل حرف في عمر.